خلينا نصبح برضو على زميلتنا هلا الحملاوي، نتعرف منها على اخبار الطقس والمرور في العاصمه القاهره وفي باقي المحافظه. صباح الخير يا هلا. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا جمانه، صباح الفل على كل اللي بيشوفونا النهارده. جولة سريعة الأول يلا بينا في المرور، وبعد كده نبص على الطقس. هنستعرض مع حضراتكم أحوال المرور مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ جولتنا طبعا من القاهرة وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة في عدد من المناطق حتى منطقة وسط البلد. هناخد طريق شارع الجيش وهنلاحظ هناك ان في كثافات نسبيه لحد شارع بورسعيد، وشويه بشويه الطريق هتقل فيه الكثافات. هنفضل في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقه الظاهر، هناك في بعض الكثافات المروريه المتقطعه اللي ممتده لحد الشوارع المؤديه لشارع رمسيس، واللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مروريه واصله وممتده لحد مسجد النور في العباسيه. هناخد طريق كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه نسبيه للسيارات امام اللي جاي من الجيزه اتجاه مناطق وسط البلد، في كثافات تانية في الاتجاه العكسي. نفس الموضوع للي جاي من ميدان التحرير لمدينة نصر وفي محور النصر بالنسبة لنفق الأزهر، فهنلاقي فيه تباطؤ بسيط في حركة المرور للي جاي من صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس. نروح لحلوان ونبدأ جولتنا المرورية هناك من كوبري النيل اللي بيشهد سيولة مرورية في الوقت الحالي. هنفضل ماشيين لحد ما نوصل لمسجد الشهيد، وهناك هنلاقي كثافات نسبية مكملة لحد الكورنيش وواصلة لحد طريق القاهرة الوسطى. ولو فضلنا مكملين على نفس الطريق هنلاقي إن الكثافات بدأت تقل تدريجيا، ولكن هترجع تاني بمجرد وصولنا لطريق حلوان الكريمات. ونستكمل جولتنا في شوارع الجيزة، في سيولة مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان. لو رحنا بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل ولغاية شارع التحرير، هنلاقي ان في كثافات مرورية نسبية، وفي ايضا كثافات اخرى ظهرت اعلى كوبري الجامعة. ولو رحنا لمحور صفت فهيشهد كثافة مرورية بتزيد قبل اشارة جامعة القاهرة. وفي شارع الهرم بدأت تظهر في بعض الكثافات المرورية نتيجة التحويلات. الجاي من اكتوبر في اتجاه الطريق الدائري نازل المنطقه دي هيلاقي ان الطريق لسه مغلق والاتجاه اجباري لمحور 26 يوليو من خلال نفق حازم حسن. نروح للاسماعيليه، هنلاقي هناك ان طريق عثمان احمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعه والاستاد مجمع المحاكم فيه سيوله مروريه ما عدا بعض الكثافات المتحركه واللي ما بتاثرش على حركه الطريق اطلاقا. اما المتجه لبورسعيد في سيوله مروريه في طريق الاسماعيليه بورسعيد، وهنلاقي كمان ان في سيوله مروريه كبيره وخاصه على الطريق الدائري حوالين مدينه الاسماعيليه. في محافظة سوهاج هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج، الطريق هناك بيشهد كثافات نسبية. هنمشي كمان شوية هنلاقي إن طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيه سيولة مرورية. في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان طريق المؤدي للجامعة فيه أيضا كثافات نسبية، وكثافات نسبية كمان على طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في بعض الكثافات المرورية البسيطة اللي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة. نستعرض بقى مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في كمان ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، وكمان في نشاط للرياح ببعض المناطق ده هيساعد على تلطيف الأجواء بالليل. كمان في فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، وكمان هتظهر بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 33، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة في مطروح 30 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية.